لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفوض أمري إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. ولقد يعز على رسول الله ما جنت الصحابة منعوا البتولة أن تنوح عليه أو تبكي مصابا لم يحفظوا للمرتضى رحم النبوة والقرابة. قد أطفأوا نور الهدى مد أضرموا بالنار بابه. أسد الإله أسد الإله فكيف قد ولج الذئاب القوم غابا. وعدوا على بنت الهدى ضربا بحضرة المهابا. بيت النبوة بيتها شادت يد الباري قبابا. أذن الإله برفعه والقوم قد هتكوا حجابا. بأبي وديعة أحمد جرعا سقاها الظلم صابا. عاشت معصبة الجبين تأن من تلك العصابة. وأعظم خطبين في حشى الإسلام قد أورى التهابا. بالليل وراء الوصي بالليل وراء الوصي وقبرها عف ترابا. في تلك الليلة لم ينم أمير المؤمنين وإنما كان جالس عند قبر الزهراء دموعه جارية. ويلي يا مغيبة عن عيلتك تحت الترايب. قومي و
يشوفي راس ابو الحسنين شايب من رحتي يا زهرة حلت علينا المصايب فقدوا شماتة وعيلي تشكلهم ينوحوا إذا قمت أسلي الحسين صيح لي حسين فرت وراي مفرعة فخر النساوي تقول وديت البتولة يا علي وين من تنتحب زينب تخلي الكل محزوم من تنتحب زينب تخلي الكل محزوم اسمع شو يقول امير المؤمنين على قبر الزهرة السلها ادري قلبك موجوع على المرحومة هاي الشابة رحمة الله عليها السلة سلوتنهم أهل البيت يقول هذا يقول من السفر ما ردت أمي هذا يقول من السفر ما ردت أمي هذا يكفكف دمعته وينوح يمي نحبت غريب الغادر يزيد همي من يسمعون الصيحه كلهم يصيحوا ويلي خف يا عن اولادك يا بنت المصطفى جي لزيارتيك بالليل يا زهرة تعني ومن رحتي المظلومة تراه استوحش البيت أولادش يذكرونك يا زهرة وما يناموا أين الصارخون وفاطمة لكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم إن الحياة والموت بيد الله تبارك وتعالى والذي خلق الموت والحياة وأن الأجل مقدر محدود معلوم عنده وإذا جاء فإنه لا يتأخر مهما كانت الأسباب فالأسباب إنما هي في الواقع تبع للأجل وهي لا تعمل إلا إذا جاء الأجل قد يشكل البعض ويقول إننا نرى أسبابا ظاهرية للموت غرقون حرقون إنسان يسقط من على شاهق طعن بسكين
بسيف، ضربة بسيف، بطلقة نارية، هذه كلها أسباب ظاهرية. كيف تقول أنه ليس للموت أسباب ونحن نرى أسبابا؟ صحيح. في الحقيقة والواقع إخوة الإيمان، ليس هناك سبب للموت وإنما هو الأجل. لو كانت الأسباب هي التي تؤدي بحياة الإنسان إلى النهاية لكان كل سبب من الأسباب إذا حصل ينتهي الإنسان. مثلا يعم البلد مرض وبائي خطير، يفتك بالأقوياء، يفتك بالشباب، لكنه يترك الشيخ الهرم. هناك أناس لا كأنهم ليسوا في المنطقة. كم من طعنة قتلت إنسان ولم تقتل آخر، كم من سقطة من على شاهق أو على ارتفاع ربما لا يكون شاهق قتلت إنسان وآخر لم يقتل لم يموت. لو كانت هذه الأسباب مضطردة لكان أثرها في الجميع. يحصل حادث، الحادث بليغ جدا، سيارة تتهشم، يموت من 4-5 يبقى واحد، طائرة تسقط من على ارتفاع 12,000 قدم كذا، يموت أغلب الركاب لكن ليس كل الركاب. لو كان السقوط هو السبب الحتمي للموت لموت أولئك لكان الجميع يموتون. واحد يطعن بطعنة واحدة يموت والآخر بعشر طعنات لا يموت. إذن السبب هو ماذا؟ السبب هو الأجل. الله عز وجل يقول إذا جاء أجلهم. آبانا يقولون ما دامت الورقة خضراء ما يموت، وهذا الواقع. بس عندهم قول ينافي هذا، يقول إذا تقدم يا بين قال تقدم يا سبب. بعبارة مختصرة أن السبب لا يعمل إلا إذا جاء الأجل، وإلا فلا يعمل السبب. سقوطه إذا كان أجله قد حان، سقوطه حتى من على سريره يموت. وإذا أجله لم يحن ولو سقط من على ارتفاع شاهق لا يموت. أحط. إذن الموت والحياة بيده، والأجل مقدر محدود معلوم عنده، وهو إذا جاء لا يتأخر. ولذلك الآية تقول إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة. ليش قدم التأخير على التقديم؟ فيها نعم. آية ربما تقصد آية أخرى. بلي. طيب ليش قدم التأخير؟ المفروض يقول فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. آيات أخرى كثيرة. بلي. صل على محمد وعلى ليش قدم إذن التأخير؟ قال لشدة الحسم في قضاء الله عز وجل، أنه إذا جاء لا يتأخر ثانية ولا في أقل جزء من أجزاء الثانية. باللحظة المرحومة رحمة الله عليها جاية من إيران كما يقول لي أحد الإخوان، وتوضأت للصلاة وقبل الصلاة تغادر الدنيا. الأجل جاءها في اللحظة والتو، أجل الله جاء، ليس هناك ثم سبب. إذن الإنسان لا يهمل ولا يمهل، ماكو مهلة. لحظة اللي يجي الموت اللي الله قدره وحدده للإنسان يموت بالساعة وبالثانية.
ولأن نفس الإنسان تحب أن ينظر لها ويطول بقاؤها في هذه الدنيا، إلا أن الموت يقطع عليها هذه الأمنية: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. يأتي الجواب من قبل الله: كلا إنها كلمة هو قائلها. إذن الإنسان لا يهمل ولا يمهل، وإذا جاء الأجل باللحظة التي حددها الله ينتقل الإنسان، وفي المقابل لا يختصر عليه عمره، ولذلك قال: ولا يستقدم. يعني الأجل الإنسان مقدر ليعيش 50 سنة وشهرين ويومين مثلا، وكذا ساعة وكذا ثانية. الموت ما يتقدم يجي قبل الشهرين اللي بعد 50، ما يتقدم ولا يستأخر أبدا، في اللحظة التي حددها الله تبارك وتعالى. هنا يجي إشكال إخوة الإيمان، تقول أن الأجل إذا حان لا يتقدم ولا يتأخر. طيب، عندنا روايات تقول أن بعض الأعمال تطيل عمر الإنسان، منها بر الوالدين: من يضمن لي 2 أضمن له 3، من يضمن لي بر الوالدين وصلة الرحم أضمن له طول العمر، عمر الإنسان يصير طويل، وكثرة المال والعز في العشير. ضمان ممن؟ من رسول الله. الصدقة تطيل العمر، تدفع البلاء. يمر واحد على النبي صلى الله عليه وآله، كان جالس ويا أصحابه، فقال: إن هذا الرجل سيموت بعد قليل. جالس وراح الرجل ورجع حامل حطبة على رأسه وما مات. النبي يدري بس يريد يبين شيء. فقالوا: يا رسول الله، هذا الرجل لم يموت. فاستدعاه، قال: لما مررت علينا ماذا فعلت من الأعمال الصالحة؟ قال: لم أعمل شيء. قال: ولا شيء بسيط. قال: هو في نظره شيء حقير، العمل اللي سواه حقير بمعنى أنه لا قيمة له، يعني بسيط. فقال: كان عندي قرص ومررت على فقير فقسمته بيني وبينه. قال: انزل الحطبة. انزل، وإذا حي قد اعترضت فاها شوكة، رأت تلدغى، ولكن القرص الذي دفعه دفع عنه ماذا؟ الموت. فقال: بهذا دفعت عن نفسك الموت، وإلا كان المفروض تنتقل أنت تروح. ولك الصدقة تدفع البلاء وتطيل عمر. ترك الذنوب والمعاصي، لأن الذنوب والمعاصي تبتر عمر الإنسان. قطيعة الرحم تبتر عمر الإنسان. اتقوا الحالقة. قالوا: وما الحالقة؟ قال: قطيعة الرحم. الحالقة يعني الموس، بس الموس يقطع الشعر، وقطيعة الرحم تقطع العمر. حذاري لمن قاطع لرحمه ومن أجل دنيا وحطام دنيا. سأل الله وإياكم حسن الخاتمة. طيب، إذا كانت هذه الأمور تطيل عمر الإنسان، كيف تقول أن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر؟ ذاك أن للإنسان أجلين أو أجلان: أجل مقدر محدود عند الله، وأجل مسمى. هو الذي قضى أجلا وأجل مسمى عند أجل محتوم وأجل مشروط. يعني أنت، أنا، غيري من الناس، جميع البشرية، هذا الإنسان مقدر له أن يعيش 70 سنة بشرط ما يذنب، بشرط ما يقطع رحمه، بشرط بشرط. فإذا قطع رحمه بتر عمره. فالإنسان يدفع عنه الأجل المشروط بهذه الأمور:
فالأجل المشروط يمكن يزيد الإنسان بصلة الرحم. إنسان واحد يبقى من عمره كما في الرواية 3 سنوات يزور رحمه فيصيرها الله 30 سنة، يبقى 3 سنوات. إذن هذا الأجل، الأجل المشروط، هذا الأجل المسمى. واحد يقول يجيك مهندس يقول لك هذا البناء عمره الافتراضي 100 سنة بشرط ما يجي واحد يهدمه، بشرط ما يجي زلزال يدمره، بشرط بشرط. إذن الأجل أيها الأحبة أجلان، أجل مسمى وأجل محتوم. سؤال آخر، هل الطب اليوم أو قبل هذا اليوم يستطيع أنه يزيد في عمر الإنسان، أو ماذا، ما هو موقف الطب مع الأجل المحتوم؟ هل يستطيع أن يزيد أو ينقص الطب في عمر الإنسان، في أجل الإنسان؟ نقول الطب يصول ويجول ويتحرك مع الأجل المحتوم للإنسان، ولكنه لا يستطيع أن يصنع شيء. نعم قد يرفع عنه المنغصات من خلال أدوية تقدم للإنسان، من خلال عملية جراحية، يعني بدل ما يعيش الإنسان آلام وبدل ما يعيش قلق واضطراب، الطب يوفر له الهدوء براحة البال، بس ما يستطيع يزيد وما يستطيع ينقص من أجل الإنسان. ولذلك النبي موسى عليه السلام يسأل ربه الكريم ممن الداء والدواء؟ قال مني، الداء والدواء مني. قال إذن ما يصنع الأطباء؟ قال يأكلون أرزاقهم، وهي مهنة شريفة بعد، ويطيبون نفوس أو يطببون نفوس عبادي حتى يأتي شفائي أو قضائي، وهي والذي إذا مرضت فهو يشفيني. ها؟ لاحظ، فالإنسان أو الطب في الحقيقة يصول ويجول لكن لا يستطيع أن يعمل شيء. ولذلك الطبيب المسلم الواعي البصير لا ينبغي له أن يقنط أو يجعل هذا المريض ييأس من حياته، حتى وإن كانت كل المعطيات ووفق الفحص والكذا أنه قد انتهت حياة الإنسان، ولكن الذي بيده الموت والحياة من؟ هو الله. أخواني العلاج نصفه كلام أمل، نصفه كلام، حتى تعبير أحد الدكاترة، والنصفه كلام. من الطريف أن أحد الإخوة من المحرق أصابه أجل، من الله على الجميع بالصحة والعافية، سرطان بالدماغ، أخذه أخوه مع صديقه إلى الهند، الطبيب قال ارجعوا به إلى البحرين، هذا بعد 3 أيام ينتهي، انتهى. رجعوا شهر، شهرين، 3، 6 شهور، مات الأخ المصاحب ومات الصديق المصاحب، وهذا بالمقبرة يصيح، هذا نقلا عن أحد أصدقائي من المحرم، يصيح بالمقبرة المفروض أنا أدفن الاثنين، دفنتهم، هو يصيح. وعاش 3 سنوات بعد ذلك. من اللي بيد الموت والحياة؟ وهذا الطبيب شخص قال لك هذا انتهى. وعاش 3 سنوات. عندنا أحد الإخوان اسمه سيد فلاح من أبو قوة، هذا من خلال ورم أو من خلال التهاب في الحوض، في العظم الحوض، تمارين طبيعية أدت إلى إصابته بالسرطان. طبيب قال له راح تبقى هكذا حتى الموت، انتهت حياتك أنت. زين، هذا روح إلى الأردن يتعالج ويطيب، وما كان عنده ذرية، الله رزق ذرية موجود للآن برضه. يعني قال له
اللي بيده الموت والحياة، ولذلك المفروض احنا ما نسمع لهذا وذاك. شايف؟ مو ينبغي تقول لي والله انا اللي بايدي قدمته، يبقى بعد الامل بمن؟ بالله. اما تيأس الناس، ومع احترامي اذا كان هنا دكتور او شيء بعد ما بتعدى، ولكن بعد ذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. هذه الآية الكريمة فيها دعوة للجهاد، هي دعوة للجهاد. ليش؟ لأنه الإنسان إذا لم يأتي أجله لو يخوض ما يخوض في غمار الحرب وفي مشتبك القناة، إذا أجل ما لم يحضر ما ينتهي. وأمير المؤمنين سلام الله عليه كم من مرة حملوه ولا يستطيع الحركة من كثر الجراحات. صحيح بطل، بس هاي في وسط المعركة، هي سهام، هي نبال، هي سيوف، هي رماح، هي خناجر، شنو على بالك اليوم هي الحرب، لو ذاك من بعيد وضغط الزر والله من الجو ضرب، لا لازم تدخل وسط المعركة. ولذلك لما طلب منه الإمام الحسن ليلة الضربة اللي 19 قال له دعني أذهب معك لنكون على الأقل حارس، ليش قال له؟ قال له كفى بالأجل حارسا. وخل هنا أيضا شيء آخر، أن الإنسان المؤمن خل يكون مطمئن، يعني يكون بعض الإخوان عندهم خوف على حياتهم، كله خايف يموت، وأكل واحد بيظل بعد ما راح يموت، ليش الخوف؟ ما دام الأجل ما حان له شنو يصير؟ وطيب الإنسان المؤمن ليش يخاف؟ ما دام مع الله عز وجل، ها؟ خل ذاك البعيد عن الله اللي يخاف، العاصي كذا، الكافر المشرك، أما أنت ليش تخاف؟ أكو دعوة، الإنسان ما يموت إلا إذا جاء أجله. راسة ألمه قال بموت، سخونة استمرت لها شهر قال انتهيت. واي هو المرض يقتل لو شنو؟ وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. على فراشه صار له 20 سنة، شوف كم واحد راح المقبرة ووقع مكانه. هو المرض يقتل لو الألم يقتل، على كل حال الأجل إذا حان. ولذلك الإنسان المؤمن دائما وأبدا في حالة اطمئنان، في حالة اطمئنان. ليش؟ لأنه يعرف أنه نهاية المطاف الموت، ونهاية المطاف إذا كان الموت هو يمضي إلى رب رحيم. بل الإنسان المؤمن في حالة اشتياق للموت، في حال اشتياق للقاء الله، والخوف ما له محل. الزهراء عليه السلام في لحظات النبي صلى الله عليه وآله الأخيرة سرها فبكت، ثم سرها ثانيا فابتسمت، الله أكبر. سألتها عائشة عن السبب فقالت لست بالتي أفشي الأسرار، ولما توفي النبي أخبرتها قالت لها في المرة الأولى سرني أخبرني أن أنعى إلي نفسه فبكيت، وفي المرة الثانية بشرني بأني أول اللاحقين به من أهل بيته. ابتسمت الزهراء لأنها راح وين؟ فارق الدنيا. الشيخ عباس الرئيس رحمة الله عليه يقول فكأنما قد بشرت بمماتها، فاعجب لحي بالمنية بشرى. فرحان الزهرة مستانسة مسرورة لأن راح تنتقل إلى الرفيق الأعلى. وكم من المؤمنين هم التواقين والمشتاقين إلى الله. لكن على أي حالة مشت الزهرة من هالدنيا؟ مشت حالتها شلون؟ قلبها شلون؟ قلبها يعتصر ألم، ملؤها الشجن، ما رؤي الضاحك بعد رسول الله. وين تضحك الزهرة؟ وكفاية عليها مصيبة النبي على قلبها وغصب حقها وإهانتها وتحقيرها وضربها بالسياط ولطمها على العين. تدري هاللطمة بقيت حتى الموت،
حتى الموت بقيت هاللطمة وأضلاع مكسرة وهدك حرمة وين تبكي تضحك الزهر. لكن ايش سوت هاي الزهرة لما ارتحلت؟ يقولون كان بالمسجد الحسن والحسين أخبرها برحيل أمهما. تدري ايش صار بأمير المؤمنين؟ سقط على وجهه مغشي عليه. وبالليل لما رفعوا نحش الزهرة أمير المؤمنين من خلف نعش عاية ما يل سلمان عن يمينه عمار عن شماله لسان حال أمير المؤمنين وهو خلف نعش الزهرة يقل يا شيالين تشيل الناس تدري يا هو تشيله شيالين تشيل الناس تدري يا هو تشيله بيك جنازة الزهراء يا شيال محمولة هلي شليت يا شيال نور اللي زهر بالدار شلت اللي ما بين الباب فرت ما عليها خمار وفاطمة وظلت تنتحب والصيح من شبا وعليها النار وعندي لك حجايا وقول يا شيال باقوله ولجل القبر يا شيال شلت امي الحسن وحسين شلت اللي ما بين الباب والحياط عصر هالشي وشلت اللي ما بين الباب والحياط عصر هالشي وشلت اللي على الدرعان ضربها وعلى المتن عندي لك حجايا وقول يا شيال باقول شلت اللي حملها طاح والصقات من حشاها وشلت اللي صدرها انصاب والمسمار آذى وهالليلة وشلت اللي صدرها انصاب والمسمار آذى وعندي لك حجايا وقول يا شيال باقول بعد ماذا حملت يا شيال اسمع ايش يقول امير المؤمنين شلت اضلاع مرضوضة وشلت اضلاع مكسورة وشلت عيون ملطومة ضواها من خسف نورة شلت ضلاع
مرضوضة وشلت ضلاع مكسور وشلت عيون ملطومة ضواها من خسف نور يا وسفة علم محسن عنت روح مقبور دفنوها وابو الحسن ظل محتار بالعيلة عظم الله أجوركم لما دفنوا الزهراء وعاد من دفنها وإذا به يجد الحسين واقف عند الباب وهو يقول أبا دفنت أمي الزهراء ولم ترفعوا هذا المسمار من على الباب لأن هذا المسمار يذكرني بأمي الزهراء دفناها ورجع للدار هار دفناها ورجع للدار وحسيني تعاصر على الباب أيوة فاطمة عظم الله أجوركم أقبلت إلي زينب تقول له شو يا أبويا شوف المسمار بعد مخضب بدمع يا أبويا شوف المسمار بعد مخضب بدمع يا أبويا بعيني شفت الصوت يا ابويا بعيني شفت العبد بالصوت ألم ويا ابويا شفت بعيوني المحسن يعتفر يما علي لما ماتت الزهراء وترجع لي بعد من وين صرنا من بعدك من بعدك يا تام يا ابويا يا يما الدهار والله يا يما الدهار صوبنا صوبنا بسهام يا يما الليل كل ما أنام والله ما أنام وأشوف قبال عيني عيني طول تشيلو يضعة المصطفى ويعفى ثراها بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها يا الله لا يتفضلوا ولا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء كشف السوء والبلوى عنا وعن جميع عبادك المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا من عندك عاجيا يا كريم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واحلل الغضب